بعد عقود مريرة عانت منها مناطق الصبيحة بمحافظة لحج وبلغت القلوب الحناجر نتيجة الثأرات القبلية التي أهلكت الحرث والنسل، كان لابد للعقلاء أن ينهضوا لوضع حد لهذه الظاهرة المخيفة، فأجمعوا أمرهم وأتوا اليوم للتوقيع على ميثاق الشرف لإنهاء الاقتتال القبلي الذي راح ضحيته الكثير من الأبرياء. أي قبيلة تخرج عن إطار القانون وتريد تخلق فوضى وعميلة مع النظام الحوثي، قبيلة أو فرد، سيتم الضرب يدا من حديد. لن تهاول بعد التضحيات، نحن ضحينا ولا زالت رجالنا تقتل وفي الجبهات. نحن أكبر عدد من الشهداء ضحت من شبوة إلى باب لندن إلى التحيتة، وضحينا شهداء وعندنا جرحى وعندنا معاقين. انتشار الثأر القبلي والتقطعات ونهب المسافرين وتكاثر شبكات التهريب خلال الأعوام الماضية لم يكن وليد الصدفة كما يقول العقلاء، بل كان وراءه أيدي خبيثة ومخطط مدروس بعناية. كل الأعمال هذه أعمال جاهلية، يقتل القتيل وراح آخر يقتل شخص محمل فوق رأسه غدا الجهالة. إن الصبيحة طلقت الثأر دون رجعة، دون رجعة. تنامي الثأر القبلي والقتل والنهب والانفلات الأمني وانتشار شبكات التهريب أحرم مناطق الصبيحة الكثير من الخدمات والمشاريع التنموية، وظلت عليها الدوائر الحمراء لدى كثير من المانحين والهيئات الإغاثية. لم نؤمن طرقنا فلا خير فينا، فلابد أولا أن يستمر الأمن والاستقرار حتى تقوم الدولة على قدميها وتقوم على ساقيها، ثم بعد ذلك تناط المهام. أما أننا يعني بعد هذا الجهد كله وبعد هذه المعاناة وبهذا يعني الأمور ثم بعد ذلك نترك وننسحب بكل سهولة، هذا محال. ولا يفكر أحدنا أنه ينتظر ويعد العدة ويعد الساعات للحملة الأمنية، متى انقضت ثم يعود إلى مكان عليه. فليعلم القاصي والداني، فليعلم الجميع أن الحملة الأمنية مستمرة. يرى الكثير من أبناء قبائل الصبيحة هنا أن التوقيع على الوثيقة كان نتاج إيجابي للحملة العسكرية والاستقرار الأمني الكبير الذي تنعم به مناطقهم منذ قرابة عام ونيف من الزمن. يرى الكثير من أبناء قبائل الصبيحة هنا أن التوقيع على الوثيقة كان نتاج إيجابي للحملة العسكرية والاستقرار الأمني الكبير الذي تنعم به مناطقهم منذ قرابة عام ونيف من الزمن.